بيبدأ الفيلم في مدينة أسبانية بتسودها الفوضى بسبب قلة الموارد ونقص الغذاء اللي حصل فجأة في العالم، وبتقرر بعض الحكومات من ضمنهم أسبانيا إنهم يقللوا العدد السكاني عن طريق إنهم يتخلصوا من الأطفال والنساء الحوامل. وبسبب ظلم الحكومة للشعب بالطريقة دي قرر مجموعة من الشعب إنهم يهربوا ويسيبوا البلد ويروحوا أيرلندا، وقرروا إنهم يهاجروا بطريقة غير شرعية عن طريق سفن نقل البضائع. ومن ضمن المجموعة دي زوجين اسمهم نيكو وميا، وبنشوفهم وبيحاولوا يهربوا من الشرطة اللي بتقبض على الناس اللي بتحاول تسافر، وبيروحوا مع واحد من اللي بيسفروا الناس بالتهريب عشان يظبط لهم هجرتهم مع رئيس مركب البضائع، وبيديله فلوس مقابل ركوب نيكو وميا في صندوق نقل البضائع واللي هيطلع على السفينة اللي مسافرة ايرلندا. لكن ساعتها رئيس المركب بيقول لهم ان الخطة اتغيرت والفلوس زادت لان الشرطة عرفت والموضوع بقى فيه مخاطرة اكتر، فبيقولوا نيكو انهم مش معهم اي فلوس تانية عشان يدوها له. لكن رئيس المركب ما بيوافقش وبيصر انهم يدفعوا فلوس زيادة، فبيروح نيكو لمراته ميا وبيطلب منها تدي لهم الخاتم بتاعها، فبترفض وبتقول له ان ده خاتم جوازهم ومش عايزة اتفرط فيه لان ده كل اللي باقي لها من بعد ما اخدوا منهم كل حاجة. لكن نيكو بيقنعها انهم مضطرين يعملوا كده عشان يمشوا من البلد، فبتديله ميا الخاتم، وبعدها بيرجع نيكو لرئيس المركب وبيديله الخاتم وبيتحركوا. واول ما بيوصلوا للسفينه بتتصدم ميا انهم هيهربوا جوه صندوق لنقل البضائع، ولما بتدخل ميا ونيكو للصندوق بيلاقوا فيه مجموعه كبيره من الناس واغلبهم نساء حوامل واطفال، وساعتها بتشيل ميا الغطا اللي كانت لفه بيه بطنها عشان تداريها لانها حامل وخايفه حد يأذيها هي كمان، وبتكون ساعتها خايفه وقلقانه على جنينها، وبتسال نيكو ساعتها اذا كانت ايرلندا هيكون النظام فيها ظالم هو كمان. فبيقول لها ايرلندا دايما كانت معارضه للطريقه دي وما عملتش زي باقي الدول، فبتقول ان اي حكومه هتستسلم في النهايه للنظام ده. فبيطمنها نيكو ان ايرلندا بلد قويه ومش هتستسلم وانهم هيكونوا بخير وكل حاجه هتكون كويسه. ووقتها بيشوفوا واحد من الحراس بياخد من بنت مسافره معاهم التليفون بتاعها فبيخاف اكتر، وساعتها ميا بتقول لنيكو انها بقالها يومين مش حاسه بحركه الجنين، فبيستغرب نيكو بيكون قلقان عليها وعلى الجنين. ولما بتشوف طفل صغير قدامها مع اهله بتفتكر ام بنتها وبتكون حزينه جدا لانها مش معاهم، فبيقول لها نيكو انهم خلاص اخذوا منهم واكيد ميتة دلوقتي. وبعدها بيسمعوا اصوات كتير لناس برا الصندوق، وفجأة بيتفتح الصندوق وبيهجم عليهم مجموعة كبيرة من الناس اللي عايزة تسافر، فبيرفع ساعتها رئيس المركب ورجالته السلاح وبيضرب طلقات في الهواء عشان يخوف الناس ويسيطر عليهم، وبيقول لهم ان عددهم كده بقى كبير على الصندوق ولازم ينزلوا منه ويركبوا الصندوق التاني اللي لسه هيوصل. وللأسف ساعتها بيجبروا نيكو يخرج مع الناس اللي بيخرجوها من الصندوق، وبيحاول يفهمهم انه كان هنا من البداية مع مراته، لكنهم بيهددوا بالسلاح وبيزقوا برا الصندوق، فبتنهار ميا وبتتصدم بتحاول تفتح الباب لكن الباب بيكون صعب انه يتفتح، وبتلاقي خرم في الصندوق فبتبص منه على نيكو، وبتلاقيهم ركبوه صندوق رقم 107، وبتطلع الموبايل اللي هي مخبيه معاها وبتتصل بيه على نيكو، فبيرد عليها وبيطمنها انه كويس وبخير. فبتقوله ميا انها خايفه ومش عايزه تكون لوحدها، فبينبه عليها انها ما تثقش في اي شخص، وبيطمنها انهم اول ما يوصلوا هينزل وهيقابلها وهيفضل يتصل بيها كل شويه عشان يطمن عليها. لكن ميا بتكون مش عايزه تقفل المكالمه وعايزه نيكو يفضل معاها التليفون، فبيقول لها انه لازم يقفل لان تليفونه هيفصل. وبعدها بتتحرك العربية عشان تروح للمينا، وفي الطريق بتشوف ميا من خرم الصندوق معاناة الناس مع الشرطة وازاي بيضربوهم بعنف وبيقتلوهم وبياخدوا منهم أطفالهم وبيحبسوهم وبياخدوا النساء الحوامل هم كمان وبيقتلوا منهم اللي بترفض تسمع كلامهم. وبعد شوية بتوصل العربية للمينا، فبتقولهم واحدة من اللي موجودين انهم لازم يستخبوا بسرعة في المكان السري للصندوق، فبتبص ميا من الخرم عشان تعرف بيحصل ايه بره، فبتلاقي الشرطة في المينا وبيفتشوا كل الصناديق قبل ما تطلع السفينة، فبتستخبى ميا معاهم بسرعة. ووقتها بيدخل شرطي عشان يفتش الصندوق لكنه بيلاقيه فاضي تماما، وبيكون ساعتها كل الناس اللي مستخبين خايفين وفي حاله ذعر، فبيطلع الشرطي من الصندوق وبيخلي حد يضرب رصاص عليه، ولما بيلاقي الرصاصه ما وصلتش للصندوق من جوه بيفهم ان في جزء من الصندوق مخفي، فبيرجع للصندوق تاني وبيتكلم مع الناس وبيعرفهم انه عارف انهم مستخبين وانهم سامعينه دلوقتي، وبيطلب منهم انهم يخرجوا وهو مش هيأذيهم وهيحميهم، ولما محدش بيرد عليه بيهددهم انه هيقتلهم لو ما خرجوش. وساعتها بتلاقي ميا صندوق في المكان اللي هم فيه وبتقرر تطلع تنام فوقيه وتستخبى، وبتحاول انها تاخد واحده من الستات معاها فوق وتخبيها، لكن في اللحظه دي بتضعف واحده من الستات الحوامل قدام كلام الشرطي وبتصدقه، وبتفتح الباب عشان تعرفوا مكانهم ويساعدهم زي ما قال، لكن ساعتها بيضربها بالنار وبيقتلها، فبينهار الكل وبيصرخوا من الخوف، فبيأمر الشرطي اللي معاه انهم يخلصوا على الكل ويقتلوهم، وبالفعل بيقتلوا كل اللي موجودين في الصندوق، وبتكون ميا في قمه الرعب والخوف وحواليها الجثث واصوات ضرب النار، وبتبص على جثث الناس وهي واقعه على الارض وحزينه وبتعيط، خصوصا انها ما لحقتش تساعد الست اللي كانت هتطلع تستخبى معاها. وبيأمر وقتها الشرطي اللي معاه انهم يتخلصوا من الجثث وينظفوا الصندوق قبل ما يطلع السفينه، ولما بيخلصوا بيقفلوا الصندوق، فبتمسك ميا تليفونها وبتبعت لنيكو رساله صوتيه عشان تحذره وبتقوله يستخبى لانهم بيقتلوا اللي بيلاقوه هربان في الصناديق. وبعدها بيطلع الصندوق اللي فيه ميا على السفينه
وبيكون عدى وقت ونيكو ما تواصلش مع ميا ولا رد عليها، فبتحاول تتصل بيها عشان تطمن عليه، لكنها بتلاقي موبايله لسه مقفول، فبتبعت له رساله صوتيه تانية وبتقول انها خلاص طلعت على السفينه وعايزه تعرف هو فين وتطمن عليه لانها قلقانه جدا. وبعدها بتلاقي جنبها شنطه من اللي كانت مع الناس اللي كانت موجوده، فبتاخدها وبتفتحها وبتلاقي فيها شنيور وكشاف وموبايل صغير، فبتفتح الكشاف عشان ينور لها وبتنام شويه عشان ترتاح. وبيعدي وقت طويل وفجاه بتصحى ميا من النوم على صوت عاصفه شديده جدا، والسفينه بتكون غير ثابته والصناديق بتتحرك يمين وشمال بقوة، وبتنده ميا على اي حد في السفينة عشان يخرجها ويساعدها، لكن محدش بيسمعها، وبتفضل تقع على الارض تتحرك يمين وشمال، وبتحس ساعتها بألم شديد في بطنها، وبتكون خايفة على جنينها جدا من اللي بيحصل لها. وفجأة بيحصل للسفينة دفعة قوية جدا من البحر، فبيتقلب الصندوق اللي جواه ميا وبتتقلب معه وبتقع على دماغها وبيغم عليها، ولما بتفوق بتكون العاصفة هديت، لكنها بتلاقي المية وصلت جوه الصندوق من الخرام اللي كانت فيه، ولما بتبص من الخرم بتلاقي نفسها في وسط البحر، يعني الصندوق وقع من السفينة خلاص وبقت لوحدها في البحر محبوسة جوه صندوق نقل بضايع. وبتكتشف ان تليفونها وقع وشاشته اتكسرت ومش شغال ومعلق بسبب المية، فبتفتكر التليفون التاني اللي لقيته في الشنطة، فبتفتحه لكنها بتلاقيه مقفول برقم سري، فبتجرب كذا رقم لحد ما بتقدر تفتحه، لكنه بيكون مفهوش شبكة دلوقتي، فبتنهار وبتخاف اكتر، وبتفضل تبص حواليها بذهول وخوف، وبتمسك بطنها وبتحاول تشوف الجنين بيتحرك ولا حصل له حاجة. وبعدها بتقوم تفتح صناديق البضايع عشان تشوف فيها ايه، فبتلاقي صندوق موجود فيه علب بلاستيك والصندوق التاني موجود في لبس، فبتاخد منه بلوفر تقيل وبتلبسه عشان تدفي نفسها، والصندوق التالت بيكون فيه سماعات موبايل، والرابع ازاز خمرة، فبتحس بالاحباط لانها ملقتش ولا صندوق منهم فيه اكل او مية للشرب لان اللي معها دلوقتي مستحيل يكفيها ليوم واحد. وبعدها بتلاقي دفتر الذكريات بتاعها اللي فيه صورها مع جوزها وبنتها واقع منها في المية، وبتقعد تتفرج عليه بحزن شديد، وفجأة بتسمع اصوات ناس كتير بتصرخ، فبتبص من الخرف فبتتفاجئ بصندوق بضايع بيغرق بالناس اللي جواه، وبتتصدم اكتر لما بتلاقي الصندوق رقم 107 اللي طلع عليه نيكو، وبتفضل تنده عليه بهستيريا وخوف، وبتحاول تتصل بيه لكنها بتلاقي تليفونه لسه مقفول، فبتحس بيأس شديد وبتقعد تعيط، وبتفضل طول الليل تحاول تتصل بنيكو لكن بدون فايده. وساعتها من الياس والاحباط اللي ميا حاسه بيه بتقرر تنهي حياتها وتنتحر بالمطوه اللي لقيتها من ضمن الحاجات اللي في الشنطه، لكن ساعتها بتلاقي الجنين بيتحرك في بطنها، فبتتصدم من الفرحه لانها كانت فاكره انها فقدت الجنين، فبتتراجع عن قرار الانتحار وبتحاول تهدى وتنام. وبتصحى تاني يوم مرعوبه بسبب كابوس شافته، وبتلاقي الميه عماله تزيد جوه الصندوق، فبيجي لها فكره انها تستخدم اي حاجه متوفره حواليها في انها تسد جزء من اخرام الصندوق، وبتلاقي خرطوم صغير جوه صندوق البضائع، فبتاخده بتطلعه من الخرم وبتشيل المايه اللي جوه الصندوق في العلب البلاستيك عشان تقلل المايه اللي دخلت، وبترميها من الخرطوم عشان تخرجها بره، وبتحاول تتصل تاني بنيكو، والمره دي بيرد عليها لكن للاسف الشبكه بتفصل. وبعدها بتجيب مية الصور اللي معاها وبتعلقها باللزق عشان تفضل شايفاهم قدامها، وبتلاقي في الشنطه ازازتين مايه وسندوتش وعلبه تونه، وبتلاقي ولاعه وكشاف، ووقتها بيرن التليفون وبيكون نيكو، فبتفرح مية جدا ان نيكو بخير ولسه عايش، وبتساله ازاي انقذ نفسه، فبيقول لها ان رئيس المركب خدعهم ومركبهمش في اي صندوق ولا سافروا، وبيسالها وصلت فين دلوقتي، فبتفاجئوا ان السفينه اللي طلعت عليها غرقت وهي دلوقتي جوه الصندوق وعايمه في نص البحر، وبتعرفوا ان الصندوق اكيد مش هيصمد لوقت طويل والميه هتملاه وهيغرق، فبيوعدها نيكو ساعتها انه هيساعدها وينقذها ومش هيسيبها تموت، فبتنهار ميا وبتقول انها حاسه بالذنب ناحيه ام بنتهم، فبيقول لها انها ما عملتش اي حاجه وحاولت تحمي بنتهم بكل الطرق، لكن في النهايه قدروا ياخدوها منهم. وبعدها بتلاقي ميا غيوم في السماء والدنيا هتمطر وفي عاصفه جايه، وفعلا بتحصل عاصفه جديده، لكن الاصعب من العاصفه ان ميا بيجي لها الطلق وبتولد، وبتكون بتتعذب من الالم ومن الخوف على مصيرها المجهول هي والجنين اللي بتولده، ولما بتولد بتلاقيها بنت لكنها مش بتتحرك ولا بتتنفس، فبتموت من الخوف عليها وبتحاول تخبطها على ظهرها عشان تفوق، وفعلا بتفوق بنتها ساعتها، فبتفرح ميا جدا وبتطمن، وبعدها بتحط المشيمه بتاعتها في علبه بلاستيك، وتاني يوم بتكون الطفله بتعيط بهستيريا وبتحاول ميا تعرف مالها لانها مش قادره تسكتها، خصوصا ان الطفله رافضه انها ترضع تماما. وساعتها بيجي في دماغ ميا فكره وهي انها تستخدم الشنيور عشان تفتح بيه سقف الصندوق، وبالليل بتهدى الطفله وبتنام بعد ما رضعت، وبتاكل ميا اخر حته من السندوتش اللي لقيته واخر حاجه في علبه التونه، وبكده بيكون كل الاكل اللي معاها خلص خلاص. وتاني يوم بتكمل ميا اللي كانت بتعمله بالشنيور عشان تفتح جزء من سقف الصندوق، لكن الشنيور بطاريته بتخلص، وبتحاول بعدها انها تكمل بالمطوه اللي لقيتها، لكنها بتكون مجهده وتعبانه وما عندهاش اي طاقه من قله الاكل والبرد. وبالليل بتكون ميا بطنها بتتقطع من الجوع ومش قادره تستحمل، فبتقرر اللحظه دي انها تاكل المشيمه بتاعتها من غير ما تحس، لان الجوع اذا سيطر على الانسان بيخليه ياكل اي حاجه ممكن يلاقيها قدامه. وساعتها بتسمع ميا صوت الحوت، فبتخاف وبتترعب من صوته، وبتروح للخرم عشان تبص عليه موجود فين، وفجأة الحوت بيحرك ديله فبيهز الصندوق جامد وبتقع ميا، وبتعيط الطفلة جامد من خوفها، فبتروح لها ميا عشان تطمنها وتطبطب عليها. وتاني يوم الصبح بتكمل ميا محاولتها مع سقف الصندوق، لكن وقتها المطوة بتتكسر منها، وبتكتشف بعدها ان المية اللي كانت معاها خلصت، وبعدها بتتعب جامد وبتقعد ترجع، وبتبدأ ميا
الأمية تهلوس بالليل من قلة الأكل والشرب والتعب الجسدي والنفسي اللي هي فيه، وبتتخيل أم بنتها موجودة معها واقفة قدامها، وبتتخيلها بتقولها إنها زعلانة منها عشان سابتهم ياخدوها ومشيت، فبتنهار مية وبتقعد تعيط وبتطلب منها تسامحها، وساعتها بتتخيل نيكو قاعد جنبها وبيحضنها وبيغطيها، وتاني يوم بتصحى على صوت المطرة فبتقوم تجيب كل العلب البلاستيك عشان تجمع فيهم مية من المطر، ووقتها بيجي في بالها فكرة تانية وهي إنها تستخدم القماش اللي كانت الصناديق مربوطة بيه عشان تشد بيه الفتحة اللي عملتها في سقف الصندوق وتفتحه، وبتستخدم كل قوتها ساعتها لحد ما بتقدر إنها تفتحه، وبتبقى طايرة من الفرحة وبتحس بالأمل وقتها لأنها لما تطلع على سطح الصندوق ممكن تلاقي مساعدة، وبعدها بتاخد بنتها للسطح عشان تشم هوا طبيعي وتشوف الشمس، وبتلاقي القماشة اللي عملتها حفاضة ليها اتملت فبتشيلها وبترميها في البحر، وفجأة بتلاقي السمك اتجمع على القماشة فبتفرح مية جدا وبتقرر تفكر ازاي ممكن تمسك السمك عشان تاكل، فبتجيب حديدة من اللي كانت في الصناديق وبتربطها في حبل من سلوك السماعات اللي لقيتها في صندوق من الصناديق، وبتحاول تصطاد بيها السمك لكنها بتفشل، وبتحس ساعتها بالإحباط واليأس لكنها بتلاقي طيارة معدية من فوقيها، فبتدخل بسرعة للصندوق عشان تجيب منه حتة إزازة من التلفزيون اللي كان مشحون في صندوق من الصناديق، وبتجري بسرعة عشان تطلع على السطح تاني، لكن ساعتها للأسف بتتعور رجليها بحتة حديدة كانت بارزة وحادة من غير ما تشوفها، وبتسبب لها جرح كبير جدا، لكنها بتقاوم وبتقف عشان تسلط الإزازة على الشمس، فبتعمل نور للطيارة حد يشوفها وينقذها، لكنها ما بتنجحش ومحدش بيشوفها، فبترجع للصندوق وبتبدأ تدور حواليها على أي حاجة حادة عشان تعملها إبرة، وبتستخدم السلوك اللي في السماعات وكأنها خيط، وبتجيب الخمرة تشرب منها عشان تسكنها من الألم، وبترش منها على الجرح عشان تطهره، وبتبدأ تخيط رجلها، وبتكون ساعتها بتتألم جدا ومش قادرة تستحمل، وبالليل بتجيلها فكرة تانية للسلوك وهي إنها تجمعهم وتربطهم في بعض لحد ما بتعمل شبكة صيد، وتاني يوم الصبح بتاخد الشبكة وبتنزلها للبحر وبترمي حفاضة بنتها في البحر عشان السمك يتجمع عليها تاني، وساعتها بتقدر تصطاد سمكة وبتقعد تاكلها بشراهة، وبنعرف بعدها إن عدى على 109 أيام وهي جوه الصندوق وعايمة في نص البحر، وبعدها بتكتب في ورق إنها محتاجة للمساعدة وبتحط الورق جوه العلب البلاستيك عشان ترميه في البحر، وبيكون وقتها موبايلها نشف من المية لكنها مش قادرة تفتحه عشان خاصية اللمس اللي فيه باظت، وبتفضل مستنية نيكو يتصل بيها في أي وقت، وبتوصل مية لليوم ال 12 وهي زي ما هي مفيش أي جديد، وبالليل بتكون مية حاسة بالحزن واليأس، وفجأة بتلاقي بنتها بتكح جامد وجسمها بيترعش بالبرد، فبتجيب حتة قماشة وبتولع فيها بالولاعة وبتحطها في برطمان حديد كان موجود من ضمن البضاعة اللي بتتشحن عشان تساعد بنتها إنها تتدفى وتهدى وتنام، وشوية وبتسمع صوت تليفونها بيرن وبيكون نيكو، فبتطلع للسطح عشان الشبكة وبترد عليه، وساعتها بتلاقي صوته تعبان جدا، فبيقول لها إنه مش هيقدر يجي ينقذها زي ما وعدها، وبيطلب منها تكون قوية وتصبر وتصمد لحد ما تنقذ نفسها، وبيعرفها إنه حاول يهرب عشان يجي لها ويدور عليها بأي مركب، لكن الشرطة مسكته وضربوا عليه نار وبينزف بشدة وتعبان جدا، وبيعرفها إنه اتصل بيها عشان يودعها، فبتتصدم مية وبتنهار وبتقول انها ولدت بنت، وبتقرب من بنتها التليفون عشان نيكو يسمع صوتها ويكلمها، وبيوصيها نيكو ساعتها على مامتها وبيقولها ان حضن مامتها والامان والحب، ولما بتيجي تكمل كلام مع نيكو بيفصل التليفون، وبتنهار ساعتها مية من العياط والحزن، وبتفضل قاعده على السطح مع بنتها وهي حزينه ومحبطه جدا، وبتبص على البحر والسماء وهي حاسه انها هتموت في المكان ده خلاص، وبيعدي على وجود مية في الصندوق 23 يوم، وبتكون عملت فيهم بالخشب بتاع الصناديق مركب صغيره عشان تحط بنتها فيه لما الصندوق يغرق، لان الميه بتكون خلاص غمرت الصندوق كله، وبتنزل مية للصندوق عشان تجيب صور بنتها أمة ونيكو ودفتر الذكريات بتاعها، لكن وقتها الصندوق بيغرق خلاص وبتحاول مية تطلع منه، بس رجلها بتكون شبكت في السلوك والقماش بتاع الصناديق، بس بتقدر بكل اصرار تحرر نفسها وبتطلع منه، وبتقعد تدور على بنتها اللي سابتها في المركب اللي عملتها لها، وبيعدي الحوت ساعتها من تحتها فبتترعب مية جدا، ولما الحوت بيعدي من جنب بنتها بتعيط بهستيريا من الخوف، فبتسمع مية وبتمشي ورا صوت عياطها لحد ما بتوصل لها، وتاني يوم الصبح بتطلع مية السمك اللي كانت بتصطاده من العلب البلاستيك اللي معاها عشان طيور النورس تتجمع عليه وحد يشوفها، وفعلا بيكون في عيله على مركب طالعين رحله للبحر عشان يصطادوا، وبيشوفوا طيور النورس متجمعين على مركب خشب صغيره، فبيقربوا منها وبيلاقوا ساعتها طفلة صغيرة موجودة فيه لوحدها، وبيلاقوا مربوط في المركب سلك طويل فبيسحبوه، وبتكون ديمية رابطة نفسها في المركب عشان ما تهش من بنتها، لكنها بتكون ساعتها غرقت لأن أغمى عليها من قلة الأكل والتعب، وبتحاول الست وجوزها يساعدوا مية وينقذوها، وبيعملوا لها تنفس صناعي عشان شربت مية كتير من البحر لما غرقت، وبيقدروا وقتها إنهم ينقذوا مية وبيطمنوها إنها بخير وبنتها كويسة، وساعتها بتكون مية تعبانة جدا ومش في وعيها وعندها صدمة جديدة ومش بتتكلم، وبتبص للبحر ومش مصدقة إنها نجت منه هي وبنتها بعد المدة دي كلها، عيط ساعتها من فرحتها انها لسه بخير وعايشه هي وبنتها. الفيديو ده كتبته آلاء غازي وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.